صحة وسعادة. صباح الخير والسلام عليكم وعلى جميع المستمعين، معاكم برنامج صحة وسعادة في يومنا هذا الجميل، يوم الثلاثاء 11 يناير 2022. معاكم مقدمتكم دكتورة سارة الدلال، واليوم حابة أشكر جميع المستمعين معانا اللي يسمعونا وحابين يتواصلون معانا، فبس حابة أذكركم على أرقام التواصل اللي عنا. أرقام التواصل للإذاعة هي 600 أو 600 551 414، وعلى الرسائل النصية 4006. حابة بعد أيضا أشكر جميع اللي معانا اليوم من فريق العمل. أول شيء أشكر جزير الشكر، الطاقم الكامل المتواجد في هيئة الصحة في دبي من الإعداد والتقديم، معكم دكتورة سارة الدلال، وأيضا في الفريق اللي موجود في إذاعة نور دبي ومع مخرجنا المتميز اليوم الأستاذ نمر محمد. خلينا ناخذكم شوية الحين على كيف بتكون حلقتنا اليوم، في كذا فقرة مميزة منها آخر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة في العالم الصحية والعلمية. من عقبها بناخذ فاصل بسيط وبناخذ الأخبار والمناقشات والمحاورات اللي تكون على الوسائل التواصل الاجتماعي. من عقبها بناخذ فقرة مميزة عن البريبيوتيك والبروبيوتيك، وهذه المصطلحات اللي صار لنا من فترة نسمعها في عالم التغذية، وإن شاء الله بنختمها اليوم بالعناية بالقدم وأهميتها. فخلنا نبتدي اليوم معاكم، ونحن نتمنى أو بيشرفنا إذا أنتم عندكم أي معلومة أو أي شيء تبون حابين تتواصلون معنا على الأرقام اللي ذكرت لكم إياها قبل. الأرقام حاليا مفتوحة، ونبتدي بخبرنا اليوم. ففي بداية حلقتنا اليوم خلنا نكتشف عن موضوع دائما نحن نتكلم فيه أو نتطرق فيه، وطبعا الغذاء سليم ودائما يؤدي إلى صحة سليمة. فالكشف عن النظام الغذائي الأفضل لعام 2022، طبعا نحن دائما نسمع وفي وايد أخبار أن لا هذا النظام الغذائي أو الدايت بلان حسب اللي يقولونه هي الأفضل، بس خلنا نحن نشوف الخبر هذا كيف اتطرق للنظام الغذائي، وشو النظام الغذائي اللي يوصي فيه جميع الخبراء. سلسلة انتصارات للنظام الغذائي المتوسطي أو الميدل إيسترن أو الميديترينيان دايت حسب اللي بالمصطلح الإنجليزي لم يتوقف. طبعا هذا النظام الغذائي مشهور ومعروف فيه، وحاليا هو يحتل المرتبة الأولى للسنة الخامسة على التوالي في إطار السباق السنوي الأفضل لأنظمة الغذائية بحسب التصنيفات التي أعلنتها شركة US News and World Report مؤخرا. وحل النظام الغذائي في المرحلة النظام الغذائي الذي يسمى بالداش حل في المرتبة الثانية، وقوامها تقريبا مقارب للمقاربات الغذائية، ودائما يوصون فيها لمرضى اللي يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم، والتي أصلا هذه الأنظمة الغذائية تخفف من استهلاك الملح وتكون بشكل عام مرنة، تشجع على تناول معظم الأوقات للنباتات بحيث أن المرونة تكون فيها لسماح بتناول مثلا شطيرة برجر من بين فترة وفترة. فالدايت مش أو النظام الغذائي مش مقيد تماما، فتقلل هذه الأنظمة الغذائية على استخدامات الأطعمة المصنعة أو تلغيها نهائيا، وتحرص على أن تكون أو يكون الطبق من عناصر متنوعة، الفاكهة والخضار والفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.
من هذه المنطلق نحن دائما نوصي أن الطبق يكون متكامل وفيها العناصر كلها الموجودة، ونبتعد عن الأشياء اللي تكون مصنعة أو مغلفة أو معلبة لضمان حصول على طبق متكامل وعلى صحة وغذاء متكامل. حالياً الحين بنتواصل مع الأستاذة أسمى الجناحي، ونشوف مع الأستاذة أسمى شو ممكن تخبرنا عن آخر الحوارات أو الأشياء المتداول عليها على وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أستاذة آمنة. صباح الله بالنور والسرور دكتورة، ونورتينا البرنامج، الله يحفظك، ونتمنى لك وللمستمعين الصحة والسعادة. شكرا يا أسماء. خبرينا اليوم شو ممكن تخبرينا عن الوسائل، عن الأخبار الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي على حساب الهيئة طبعا. ها صحيح، عندنا مجموعة من الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، واللي أيضا نحب نأكد عليها من ضمنها، واللي نعتبره خبر مهم بالنسبة لي لنا وللمتعاملين، حافلة تتبرع بالدم بتكون موجودة في إكسبو مرة ثانية، لأن وايد وصلنا طلبات إن يبون يشوفون حافلة تبرع بالدم بمنطقة إكسبو. فحافلة تبرع بالدم موجودة في إكسبو من تاريخ اليوم مباشر من الساعة 3 لين الساعة 9 مساء في نفس الموقع اللي هو بلازا 2020. أيضا أشخاص 70 سهل عليهم اللي يبون يتبرعون موجودين هناك، الأسهل أنهم يدخلون من تطبيق هيئة الصحة بالبيت ويملون الاستبيان اللي هو لازم يملونه قبل أي عملية بتبرع بالدم في الدولة وخارج الدولة. هاي من الإجراءات الرئيسية والعالمية وحسب الاشتراطات العالمية في تبرع بالدم، فهي موجودة في تطبيق هيئة الصحة بالبيت. كل اللي عليهم من يروحون خدمة تطبيق دمي الوطني أو دمي يضغطون عليه، وأيضا بعدين يقدرون يملون كل الأشياء حسب يختصرون الوقت وجودهم في منطقة التبرع بالدم. أيضا من ضمن الأشياء اللي يسألوننا إذا كان شخص مصاب واي يتبرع بالدم، ممكن يتبرع بالدم بعد ما يخلص إصابته بفترة معينة، يقدر أيضا يتأكد من الأطباء. بخصوص الفاكسين، الأشخاص اللي أخذوا تطعيم يقدرون يتبرعون بعد مرور 7 أيام من حصولهم على تطعيم COVID-19. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا نحن حاطينها واللي دائما الأشخاص يسألوننا إياها، هي جدول بجميع اللقاحات اللي لها علاقة بيقدرون يأخذون فيها جرعة دائمة. من ضمنها بنقولها جرعتين من لقاح فايزر بيونتك اللي يحتاجون جرعة دائمة، جرعتين من فايزر بيونتك، جرعتين من أكسفورد أسترازينيكا، جرعتين من موديرنا، جرعتين من سبوتنيك، وجرعة أكسفورد وجرعة اللي خذوا جرعة أكسفورد أسترازينيكا وجرعة فايزر بيونتك. هذو كلهم يستحقون إذا كانوا 18 سنة فما فوق جرعة واحدة داعمة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية. هذه بالنسبة لي هاي المجموعة من اللقاحات. بالنسبة للأشخاص اللي خذوا جرعة واحدة من جونسون أند جونسون، يقدروا يأخذون جرعة واحدة داعمة بعد مرور 2 شهر، جرعة داعمة من لقاح فايزر بيونتك بعد مرور 2 شهر من جرعتهم الخاصة بجونسون أند جونسون. بالنسبة لي ساينوفارم وساينوفاك، يقدروا يحصلون جرعتين من لقاح فايزر بيونتك بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية 21 يوم. أيضا من ضمن الأسئلة اللي كانت توصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي كيفية الحصول على موعد. بالنسبة لي الجرعة الأولى يقدرون يحصلون على موعد من خلال خدمة الواتساب واب بهيئة الصحة. بالنسبة للجرعة الدائمة فهي بيكون عن طريق تطبيق هيئة الصحة بالبيت. نحن بس نحب يعني نوجه للمتعاملين إن إذا كان يعني مثلا ضغطوا على مركز وحصلوا إن المواعيد خلصت يجربون مركز ثاني، لأن يعني كل مركز عنده الطاقة الاستيعابية الخاصة فيه، لكن هناك يعني يغيرون يقدرون يجربون مركز ثاني راح تحصلون المواعيد. في عدد كبير من المواقع ممكن يحصلون تطعيم حتى مواعيد بكرة يعني باكر. فنحن دائما ننصحهم أنهم يدخلون ويشيكون أكثر من مركز، لأن 100% شيء مواعيد بشكل يومي، لكن حسب المركز وحسب الموقع اللي هم يضغطون عليه. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى الكل الصحة والسعادة. شكرا أستاذة أسماء الجناحي، شكرا على الأبديت أو على آخر الأخبار. بنت الحين بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم، خلوكم معانا. صحة وسعادة.
رجعنا لكم مرة ثانية ومعاكم دكتورة سارة الدلال وفي برنامجكم البرنامج الصحي المميز برنامج صحة وسعادة في إذاعة نور دبي. حابين نذكركم بأرقام التواصل، أرقام التواصل هي 600 أو 600 551414 وعلى الرسائل النصية 4006. بدينا حلقتنا اليوم، حلقتنا المتواضعة اليوم عن كشف شو أهم النظام الغذائي لسنة 2022، وحابين نكمل الفقرة التغذوية خلنا نقولها مع الأستاذة ريهام، ومع أستاذتنا ريهام أحمد اختصاصية أول للتغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. اليوم الموضوع بيكون عن البريبيوتيك والبروبيوتيك. الصراحة أنا ما أعرف لها مسمى بالعربي، بس ممكن نحن نستفسر مسمياتها بالعربية من الأستاذة ريهام. ومدى أهميتنا لصحتنا قامت نحن نشوف هذه المكملات الغذائية موجودة حتى الحين في السوبر ماركت أو في المراكز اللي موجودة. فشو هي كلمة البريبيوتيك والبروبيوتيك؟ خلنا نستكشف مع بعض. صباح الخير أستاذة ريهام أحمد. صباح النور والسرور، أهلا أختي. شخبارك الأستاذة ريهام اليوم الصباح؟ الحمد لله. اليوم موضوعنا موضوع خلنا نقول هي كلمة البريبيوتيك والبروبيوتيك، وخلنا نقول إن صارت هاي منتشرة وإن لا لازم ناخذ هذا المكمل الغذائي، هل هو مكمل غذائي أو لا؟ خلينا شوية ناخذ بالتعريفات أو نبتدي شيء يعني كلمة بريبيوتيك أو بروبيوتيك. ولو تقولي لنا شوية عن وين ممكن نحصلها وليش ممكن ناخذها. إن شاء الله. صباح الخير. يعني في السنوات الأخيرة انتشر الحديث أو كثر الكلام عن مصطلح البريبيوتيك والبروبيوتيك. رح نتكلم عنهم بصورة مختصرة. البريبيوتيك والبروبيوتيك هما بيرتبطوا ارتباط وثيق بصحة الأمعاء وبالتالي صحة الجهاز الهضمي، وحسب بعض الدراسات إنها مرتبطة أيضا برفع كفاءة جهاز المناعة، فبالتالي بتنعكس بصورة إيجابية على صحة الجسم ككل. شو المقصود في البريبيوتيك والبروبيوتيك؟ جهاز الهضمي، في بطانة الأمعاء هناك يعني الملايين من الكائنات الحية الدقيقة، أو بمعنى آخر هي البكتيريا أو التي تسمى الفلورا. لازم يكون هناك في توازن معين بين هذه الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء حتى نحافظ على صحة الجهاز الهضمي. إذا ارتفعت نسبة مثلا البكتيريا الضارة وقلت نسبة البكتيريا النافعة، هذا بيؤدي إلى ضرر بالجهاز الهضمي. فإحنا دائما نسعى لحصول التوازن بين هذه الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء. كيف ممكن نحصل على هذا التوازن؟ عن طريق البريبيوتيك والبروبيوتيك. كلمة بريبيوتيك عبارة عن ألياف غير قابلة للهضم، تعتبر بمثابة الغذاء أو السماد للبكتيريا النافعة اللي إحنا هي أوريدي موجودة في أمعائنا، بس لازم نعززها أو نزيد من كميتها، فلازم نوفر لها نوع من الغذاء. فالبريبيوتيك عبارة عن غذاء للبروبيوتيك لهذه البكتيريا النافعة. البريبيوتيك عبارة عن ألياف زي ما تكلمنا غير قابلة للهضم، تنتقل من الأمعاء الدقيقة للأمعاء الغليظة، بتصيرها في زي عملية تخمير، بتساعد على زيادة كمية البكتيريا النافعة في الجسم مما يعزز صحة الجهاز الهضمي وبالتالي صحة الجسم ككل. البروبيوتيك هي عبارة عن البكتيريا النافعة الموجودة طبيعيا في الأمعاء، بس لازم نعزز كميتها، نزيد من كميتها، فبتيجي على شكل مكملات غذائية أو ممكن نأخذها عن طريق الأطعمة. فبصورة مختصرة البريبيوتيك هي غذاء أو طعام للبكتيريا النافعة، البكتيريا النافعة هي البروبيوتيك. فالبروبيوتيك هي عبارة عن الجنود اللي بتدافع عن الجهاز الهضمي، بتحمي الجهاز الهضمي. هاي الجنود بحاجة إلى دعم، الدعم بيكون عن طريق البريبيوتيك اللي هي عبارة عن الغذاء اللي هو من الألياف زي ما تكلمنا الغير مهضومة اللي بتمر في الجهاز الهضمي، بتتخمر في الأمعاء الغليظة، وهذا بيؤدي إلى
زيادة كمية البكتيريا النافعة وينعكس زي ما تكلمنا على صحة الجهاز الهضمي. فهي بصورة مختصرة البريبيوتيك طعام للبروبيوتيك اللي هي عبارة عن البكتيريا النافعة. شكرا على التفصيل اللي موجود، بس حبينا شوي نشوف، يعني طبعا نحن ذكرنا في بكتيريا نافعة عندنا في الجهاز الهضمي، هل يمكن نعتبر البريبيوتيك والبروبيوتيك من أساسيات التغذية السليمة؟ طبعا اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضار، يحتوي على الفاكهة، يحتوي على الألياف، بيعزز يعني الخضار والفواكه الألياف، هذه بعض الأطعمة اللي تحتوي على البريبيوتيك والبروبيوتيك، بتعزز نمو هاي البكتيريا النافعة، بتزيد عددها، بتعزز صحة الجهاز الهضمي، بترفع من كفاءة الجهاز المناعي، وبالتالي بنعكس زي ما تكلمنا على صحة الجسم ككل. مثلاً البروبيوتيك وين بنحصلها؟ في بعض المصادر الغذائية، ممكن في البقوليات، في الشوفان، بعض الخضار مثل الثوم، البصل، الكرات، بعض الفاكهة ممكن مثلاً زي التوت والموز، هذه بتحتوي على البريبيوتيك اللي هي عبارة عن الألياف اللي بتحتاجها البكتيريا حتى تكاثر، عفواً حتى يزيد عددها في الأمعاء، وبالتالي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي. البروبيوتيك اللي هي موجودة دائماً في الأطعمة المخمرة اللي هي مثلاً مثل الزبادي، مثل لبن يسمى لبن الكثير اللي هو بيكون مخمر، شاي الكمبوتشا اشتهر بالآونة الأخير، هي عبارة عن شاي مخمر. أغلب الزبادي أو الألبان المخمرة بتكون مداعمة بالبروبيوتيك. نحن أيضا نشوفها مذكورة ساعات على العلبة نفسها للزبادي مثلا أو الروب، نحن نفسها نقوله، أو حتى اللبن ساعات نشوف أنه مكتوب في أن عنصر البروبيوتيك تم إضافته له. فهل هذا يعني طبعا نحن ذكرنا الأشياء اللي ممكن أو العناصر اللي ممكن تكون موجودة في البريبيوتيك والبروبيوتيك، هل هي يعني خلنا ناخذ هالسؤال اللي ممكن إن يعني نفكر فيه أو بشكل عام، هل ممكن يعني هل ضروري إن نحن ناخذ نوع أو نوعين طبعا من البريبيوتيك أو البروبيوتيك بشكل دوري أو بشكل يومي خلنا نقول؟ طبعا يعني أنا برجع بشدد على أنه إذا حفظنا على نظام غذائي متوازن بنحصل على الكميات اللي بدنا إياها، مثلا البريبيوتيك خاصة من بعض الأطعمة اللي هي بعض الخضار والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف، لكن يعني كمية هاي الكائنات الحية الدقيقة أو البكتيريا النافعة الموجودة في بطانة الأمعاء تتغير حسب النظام الغذائي، حسب أسلوب حياة الشخص. إذا مثلا مش معتمد على نظام غذاء صحي، ما بيتناول كمية كافية من الخضار من الفواكه، في الأسواق يعني أعداد كبيرة وبراندات كثيرة من البريبيوتيك والبروبيوتيك، تختلف من يعني حسب الكواليتي والكوانتيتي من شخص للآخر، يعني أنا أكيد لازم أستشير الطبيب قبل ما أتناولها حسب احتياجي منها وحسب الوضع الصحي أو الحالة الصحية لكل شخص، كم الكمية المفروض أخذها، نوعية معينة. طبعا هاي بتم بإستشارة الطبيب بعد ما يكون فحص المريض أو حسب وضعه الصحي يعرف شو النوع المعين من هاي البروبيوتيك أو البريبيوتيك اللي بدي أخذها، كميتها ونوعيتها. فدائما ننصح أكيد باستشارة الطبيب قبل ما أتناولها. شكرا أستاذ رهام. أيضا وصلتنا أصلا هذا بس يعني تكميلا لسؤالك أو لشرحك الوافي، وصلتنا رسالة على طريق 4006 من أحد المستفسرين ويسأل إذا عند أخذ لحبوب البكتيريا النافعة، وأنا أتوقع هو يعني أيضر بيكون لو كان البريبيوتيك أو البروبيوتيك يسبب له ألم في المعدة وانتفاخ شديد، فهل هنالك موانع للاستعمال لهذه الحبوب أو المكملات؟ نشكره طبعا على سؤاله، بس يعني نفس ما تكلمنا لذلك ينصح بأخذها بعد استشارة الطبيب حتى نعرف شو الوضع الصحي للمريض، كم الكمية المفروض يأخذها، طريقة الاستعمال. يعني من ناحية الغذاء نركز على تناول غذاء صحي نستوي على جميع المجموعات الغذائية. هاي المكملات الغذائية أو البريبيوتيك والبروبيوتيك لازم نستشير الطبيب حسب وضع الصحي، حسب حالتي الصحية. في مرضى ممكن بياخذوا بعض المضادات الحيوية اللي بتؤدي إلى يعني تقضي على بعض البكتيريا النافعة في الجسم، فالمفروض أنا أعوضها بس ما تكون مرتبطة بنفس الوقت اللي بناخذ فيه المضادات الحيوية، فيعني
لازم استشارة الطبيب قبل تناولها. يعني أنا بنصحه أولا يستشير الطبيب، الطبيب أكيد يعني مع استشارة الطبيب يكون في فحص، وبالتالي يعطيه الكمية أو النوعية أو بينصحه يأخذها، أو إذا في موانع ممكن تمنع أنه يتناول هذه المكملات. نشكرك جزيل الشكر أستاذة ريهام أحمد، استشارة الطبيب جدا مهمة، ونشكرك اليوم الصبح على وقتك وعلى شرحك الوافي للبريبيوتيك والبروبيوتيك. شكرا جزيلا. نتمنى لك يوم جميل، وناخذ فاصل الحين قصير ونرجع لكم مرة ثانية. صحة وسعادة. صباح الخير مرة ثانية، ومعاكم برنامجكم البرنامج الصحي من هيئة الصحة في دبي، برنامج صحة وسعادة على إذاعة نور دبي. معاكم متحدثتكم دكتورة سارة الدلال، وحابين نسمع من عندكم أو نسمع ناخذ استفساراتكم، وناخذ كل الاستفسارات على الأرقام التالية 6-0-0-5-5-1-4-1-4، وعلى الرسائل النصية 4-0-0-6. بدينا حلقتنا اليوم شوي تكلمنا عن الغذاء، وعقب اتطرقنا على أهمية البريبيوتيك والبروبيوتيك من ناحية الغذاء، ومن ناحية كيف أن هذا يكمل أو يعزز الفكرة أو نمط الغذاء الصحي. وطبعا خذينا الفاصل مع أستاذتنا أسماء الجناحي اللي خبرتنا بوجود حافلة تبرع الدم في إكسبو. نذكركم أن هذه الحافلة أيضا بتخولكم إذا تبرعتوا بالدم وساهمتوا في إنقاذ حياة ناس كثيرين، بيكون لكم ختم خاص على جواز الإكسبو بإذن الله في حافلة اللي تكون متواجدة حاليا في إكسبو 2020. خلنا ناخذ آخر فقرة لليوم. آخر فقرة لليوم هي عن العناية بالقدم. طبعا ليش نحن نتكلم عن القدم، وهل هو مهم جدا ان احنا نشوف شو هي الاشياء اللي لها علاقة بالعناية بالقدم. نحن طبعا نعرف ان راحة الجسم تبدأ كما ورد في القول الشائع من القدمين، والعناية بالقدم هي من الأمور الصحية اللي تفادينا من مشاكل وأمراض ومخاطر كثيرة. وفي ناس تستهين بأهمية العناية بالقدم، لكن المختصين في العناية بالقدم دائما يحذرون من تبعات ما قد يسببه إهمال العناية بالقدم أو عدم الاعتناء بصحة القدمين. حابين اليوم نستضيف عن طريق الهاتف الأستاذة آن مطر، اختصاصية العناية بالقدم من هيئة الصحة في دبي، ونتناقش شوي عن الأهمية للعناية بالقدم والخدمات اللي تقدمها عيادة العناية بالقدم في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة آن. صباح النور، صباحكم صحة وعافية إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة. طبعا احنا اول شيء نحب اول شيء نسالك شخبارك اليوم في هذا اليوم الحلو، خلنا نقول البارد، وكيف ممكن تحدثينا ان شاء الله عن القدم وعن تخصص القدم. شو يعني العناية بالقدم وهذا التخصص الجديد؟ طبعا ما اظني وايد منا سمعنا ان في تخصص كامل له علاقة بالقدم فقط. صح، نعم، أيوة نعم، تخصص القدم في الإمارات هو جديد نسبة، فهو اختصاص العناية بالقدم، هو اختصاص يعتني بتشخيص وعلاج والوقاية من كل ما يتعلق بالمشاكل التي تصيب القدم والكاحل، فتشمل مشاكل الأظافر، مشاكل الجلد مثل النتوءات الجلدية، وأيضا التهابات الجلدية، بالإضافة إلى الوقاية من وعلاج قرحات قدم السكري. فده باختصار يعني التخصص العناية بالقدم.
فهذا نفس ما قلتي انه له علاقه مش فقط بالقدم بس حتى بالاظافر حتى بالجلد اللي له علاقه بالقدم. فالناس دائما لما تفكر بالقدم يمكن يروح تفكيرهم او تركيزهم على مثلا ممكن المفاصل نفسها او ممكن ما ادري يمكن العظام اللي موجوده في القدم، بس هي اكثر عن هذا وهي مهمه جدا. ممكن تحدثينا شويه عن العياده نفسها اللي في هيئه الصحه في دبي وعياده العنايه بالقدم؟ عيادة العناية بالقدم في تأسست في عيادات يعني في هيئة الصحة بدبي في المراكز الصحية الأولية، وهي ضمن دائرة الخدمات التخصصية وتحت وحدة الأمراض الحادة والمزمنة. فتقدم الخدمة في مركزي البرشة الصحي ومركز نادي الحمر، فبنستقبل العملاء من جميع الأعمار، وذلك عن طريق التحويل المباشر من قبل أطباء الأسرة في المركز الصحي أو عن طريق التحويل من مستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي. فحتى إذا في أي مشاكل مثلا طارئة ممكن الاتصال بخدمة العملاء وعمل موعد إن شاء الله. طبعا هو خدمة العملاء على رقم 800-342 لهيئة الصحة في دبي. شكرا على أنك يعني هذه الخدمة متوفرة، والعميل ممكن يزور الطبيب المختص اللي يكون في الرعاية الصحية الأولية في المراكز اللي موجودة، ومن بعد ذلك يتم التحويل إذا إلى العيادة نفسها للعناية بالقدم. شو المشاكل الأكثر شيوعاً اللي ممكن نشوفها في القدم نفسها؟ ممكن الواحد يستفسر طبعاً أنا متى ممكن أتوجه إلى الطبيب ومتى ممكن يحولني؟ فشو المشاكل الأكثر شيوعاً أو المشاكل اللي في القدم اللي ممكن يحتاج لها تحويل أو عناية خاصة؟ أوكي، أنا حاعطيك نبذة عن المشاكل الأكثر شيوعاً وأيضاً المشاكل اللي إحنا بنستقبلها في العيادات بتاعتنا. فهي طبعاً الأقدام بتتأثر بعوامل كثيرة منها البيئية والثقافية والوراثية. فإذا تحدثنا عن المشاكل الأكثر شيوعاً عالمياً مثلاً، في الالتهابات الجلدية التي تسببها مثل الفطريات البكتيريا أو الفيروسات، الظفر الغارز أو الناشب أو السميك، التهابات اللفافات الأخمصية التي تصيب أسفل القدم، في فقاعات جلدية تكون ناتجة عن الاحتكاك الزائد نتيجة لبس الأحذية الغير مناسبة، مسمار القدم والنتوءات الجلدية، آلام الكعب في أسفل القدم والمفاصل أو الزوائد العظمية في الأقدام، في ما يسمى بالوعكات أو النتوءات التي تصيب الأقدام خاصة الأصبع الكبير في القدم من الجنب فيكون فيها تشوه بسيط، وطبعا أكثر حاجة هي مضاعفات القدم السكرية. فمن أبرز المشاكل اللي هي بتقابلنا هنا في العيادات ونستقبلها يعني بصفة يومية هي الظفر الغارز، حيث تغرز حافة الظفر في طرف الأصبع مسببة آلام شديدة وفي بعض الحالات التهابات. وهذا يكون في أي مرحلة عمرية، يعني مش لازم يكون مثلا المريض عنده أي 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 مثلا عامل أو أي مرض معين أن يكون في صح. إذا هذا ممكن إحنا نتكلم فيه شوي أكثر أستاذتنا آن. أيوة صح، يعني في أي مراحل عمرية بنلقى أطفال، بنلقى أشخاص يعني كبار السن، وبنلقى شباب. فهي دائما بتسبب أي الأحذية الضيقة أو غير مناسبة لقدم الشخص، أو بعض الأحيان القص الغلط للأظافر، فتقديم الأظافر بطريقة يعني سيئة فتؤدي إلى طرد الظف حافة الظف في الجنب الأصابع. في الأطفال دائما يعني بيكونوا بيلعبوا بأظافرهم، الواحد يشد شوية من الظفر أو من الجلد من الجنب فيسبب ذلك التهاب. ففي العيادة نحن دائما بيقوم بإزالة جزء بسيط من حافة الظفر وتزويد المريض بالأدوية والإرشادات اللازمة من حيث الطريقة الصحيحة لقص الأظافر والأحذية المناسبة لكل مريض والاعتناء بالأقدام. من
ثانيا من الأشياء اللي بنقابلها في العيادات هي الالتهابات الجلدية، وتصيب الجلد أو تصيب الأظافر من الالتهابات الفطرية. في التهابات اللفافات الأخمصية دي كثيرة جدا، وهي آلام شديدة في أسفل القدم، في باطن القدم والكعب. دائما بيكون المريض مثلا غير في أسلوب ولا نمط حياته، بدأ رياضة معينة أو غير الأحذية بتاعته العادة هو يلبسها، أو مشى حافي لمدة طويلة، فبتبدأ العضلات الموجودة أسفل القدم تكون يحصل لها شد زيادة، تعمل له آلام والتهابات شديدة في باطن القدم. ففي هذه الحالة نقدم الإرشادات اللازمة بخصوص لبس الأحذية المناسبة، القيام بتمارين الاستطالة، لبس الفرشات الطبية الداعمة لبطن الأقدام. آخر حاجة هي تقرحات القدم السكري، ونقوم بعلاجها حسب المنطقة المصابة وعمل التحويلات اللازمة إلى أخصائية الأوعية والأعصاب أو الجراحة. بما أننا نحن ذكرنا آخر شيء هو التقرحات اللي لها علاقة بمرض السكري، ونسبيا المرض السكري شوي منتشر عندنا في هذه المنطقة، يعني ممكن تحدثينا أكثر عن القدم السكري والتقرحات، وهل هذا القدم السكري هل هو مهم جدا أن نحن نأخذ بعين الاعتبار، وهل هو من أو خلنا نقول ممكن يكون من أحد أشهر المشاكل الصحية عالميا؟ طبعا أيوة صح كلامك. هو عندما انتظام معدلات السكر في الدم وبمرور الوقت تؤدي إلى تلف الأعصاب وتعرض الاعتلال العصبي وضعف تدفق الدم إلى القدمين، وده طبعا نتيجة لتلف الأوعية الدموية، يعني يكون تلف الأعصاب وتلف الأوعية الدموية لدي أشخاص المصابين بالسكر والغير منتظم. يعني بيجيني بعض الأشخاص بيقولوا طيب أنا عندي سكر خلاص حتحصل لي مشاكل وحتحصل لي، فبقول لهم لا، إذا السكر غير منتظم لمدة طويلة من الوقت المشاكل بتبدأ تظهر، لكن إذا أنت حافظت على السكر وحافظت على نسبة السكر في الدم والضغط وكذا فما في مشاكل بتحصل إن شاء الله. فنقوم في عيادات العناية بالقدم بالكشف المبكر والدوري على أقدام مرضى السكري وتقديم العلاج والنصائح اللازمة لهم. بعض الأعراض اللي بتظهر على أقدام السكري بتكون أعراض مبكرة مثل الحرارة في القدم أو الإحساس بالوخز والتنميل، تورم في القدم أو الكاحل مع ألم ولا بدون، تلون وتصبغات في لون الجلد في الأقدام والساق، تغير في درجات الحرارة، إصابة الأظافر أو الجلد بالفطريات، بيكون في تغير في الجلد في شقوق جافة في الجلد أو كعب القدم، تشوهات في القدم وقلة المرونة في المفاصل والعضلات، دائما بيشكو في آلام من العضلات، تكون في جروح وتقرحات مفتوحة في بعض الحالات، فإذا صوبت بالعدوى يعني ممكن تكون جرح بسيط جدا، المريض قص ظفره بطريقة خاطئة، حصل ظفر بسيط أصيبت بعدوى بكتيرية، والأسف في بعض الأحيان بتتطور إلى يعني التهابات خطيرة ويمكن تؤدي إلى البتر. في الاحتلال العصبي في السكر وهو بيأثر على الإحساس في الأقدام، معه تلف في الأوعية الدموية طبعا لأنه زيادة وارتفاع مستويات السكر في الدم، فبتأثر على الشرايين الرايحة للأطراف وخاصة القدم. ليش القدم؟ لأن القدم بعيدة عن القلب، فأول المشاكل في الأوعية الدموية القلب بيقول يا أخي الأقدام مش مهمة، خليها نعطي الأشياء المهمة زي الكبد والكلى ونركز في المخ، فالأقدام دائما بتظهر فيها أول مشاكل، لأنه نحن في تخصص العناية بالقدم بعض الأحيان بنشوف في أمراض تشخيصات لأمراض ممكن تبدأ في الأقدام من البداية. نعم. الأعراض الخطيرة مثلا تقرحات في القدم وجروح لا تلتئم، في التهابات جلدية والتهابات في العظام، الغنغرينة والخراج ودي إذا تسببت أي عدوى بكتيرية لموت الأنسجة، في تشوه بيكون موجود والحمد لله إنها يعني مش حالة كثيرة، لكن تشوهات في القدم تشوهات حادة جدا واسمها شاركوت فوت بالإنجليزي يعني ما. فكيف نحن نتجنب أو نخفف الإصابة بالقدم؟ كما يقال الوقاية خير من العلاج. نعم. في حقيقة مؤسفة جدا وهي بتقول كل 20 ثانية
تتم عملية بتر بسبب مضاعفات مرض السكري. ولكن أيوة. ولكن أيضا أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض نسبة الإصابة بمضاعفات قدم السكري بنسبة 80% إذا اتبع المريض النصائح التالية. فنشوف النصائح اللي هو طبعا زي ما ذكرت يعني سابقا، ضبط مستوى السكر في الدم وضبط ضغط الدم ونسبة الكوليسترول، غسل القدمين يوميا بالماء والصابون ومراعاة الخلخلة بين الأصابع، تجفيف الأقدام جيدا بعد الغسل وخاصة بين الأصابع، فحص القدمين الاثنين مع بعض يعني مقارنة الأقدام الاثنين يوميا. هل هي نعم يوميا، هل في وقت معين ممكن نحن نوصي فيه تقريبا متى ممكن المريض مريض السكري يمكن يتابع الفحص بين الأصابع خاصة مع مرضى السكري؟ نحن نعرف أنه بشكل عام لأن القدم تكون شوية بعيدة، فالالتهابات الفطرية مثلا أو إذا في أي جرح صغير ممكن ما يشوفه، أو ما خاصة إذا المريض عنده أصلا سكري يمكن بعد يكون عنده مشاكل في النظر لأنه عنده اعتلال في مستوى السكر. فهل ممكن تعطينا نصايح في وقت معين، وخاصة نحن مع 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 مجتمعنا نحن ممكن عندنا 5 مرات نقسم القدمين فيها للوضوء أو إلى آخره، فممكن بعد شوي تعطينا نصائح عن كيف ممكن نتجنب أو كيف ممكن نحن نخلي أو يكون صحة القدمين بعد الوضوء تكون متكاملة؟ نعم، زي ما ذكرت الحمد لله نحن يعني نعمة الإسلام والوضوء 5 مرات في اليوم، فمهم جدا إنه تخلخلت بين أصابع. يعني في بعض المرضى بيقولوا أنا مش عاوز أي يعني مية تجي بين أصابع عشان ما تحصل رطوبة، فبالعكس أنت بتخلخل بين أصابع، تغسل جيدا وبعدين بتجفف. ضروري جدا إن تجفف بين أصابع عشان ما تحصل رطوبة زيادة، الفطريات بتحب الرطوبة جدا، فإذا تركنا المية تحصل الرطوبة بتحصل فطريات، فالتجفيف هو مهم جدا. فزي ما ذكرت فحص الأقدام، إذا زي ما ذكرت الدكتورة الفاضلة إذا الشخص عنده بعض الأشخاص طبعا عندهم سكر بأثر على النظر، فمهم جدا إنه إذا أنت يعني عندك أو في مشاكل مثلا في المفاصل في مفاصل الركبة، الواحد ما يقدر يرفع رجله عشان يفحصها، فممكن تستعين بمساعدة أحد من أفراد في المنزل من أفراد العائلة إنه يساعدك في فحص الأقدام. وبرضو في قص الأظافر، تقليم الأظافر، فإذا تعسر من الأفضل إنه تستعين بأفراد الأسرة لتقليم الأظافر. أنا برضو بنصح بعض الأحيان برضو أفراد الأسرة بيكونوا خايفين إنهم يقصوا الأظافر بطريقة غلط أو يسببوا مشكلة لمريض السكر، فنصيحتي لهم دائما انه ممكن تستعملوا مبرد الاظافر العادي، ابردوا الاظافر مره كل اسبوعين، فدي بتخلي الاظافر منظمه وقصيره، وفي نفس الوقت بتفادي انك تستعمل اي مقص ولا اي حاجه حاده وتخاف انك تجرح المريض. شكرا على الشرح الوافي استاذة آن. في هل 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 ممكن بشكل عام نتكلم عن العناية بالقدمين بشكل عام للمريض السكري ولغير مريض السكري؟ طبعا طبعا يعني بشكل عام هو زي ما ذكرت الغسل وتجفيف الأقدام وتقليم الأظافر بصورة جيدة. فالأشخاص الغير مصابين بمرض السكري ما عندهم أي نقص في الإحساس، التخلص من الجلد الجاف باستخدام المبرد المخصص للأقدام، واستخدامه دائما بنصح على أقدام جافة. علشان ليش؟ لأنه إذا مثلا الرجل مبللة وحكينا على الرجل ممكن ده برضو يشيل الجلد السليم. نحن دائما نشوف لو مثلا حد يمكن نحن دائما نخبر هالكلام، إذا المبرد يستخدم في على الجلد الجاف، لأن لو مثلا نشوف بعض التوصيات اللي تكون موجودة على الأغلفة للمبارد نفسها ساعات تكون لا استخدمونها during الشاور أو ضمن في الاغتسال، فنحن ما نوصي بهذا الكلام. ليش دكتور؟ ليش استاذتنا يا آن؟ أيوة، لأنه يعني ممكن الحك هذا يسبب جروح في الجلد السليم أو يشيل من الجلد السليم،
وبرضه ممكن يسبب التهابات فطرية أو بكتيرية في الجلد، يعني يخلي المكان معرض للالتهابات زيادة. فمن أفضل مرة كل أسبوعين برضو بس تحك الجلد بطريقة بسيطة جدا، وبعدين أغسل الأقدام وحط الكريمات والمرطبات المناسبة بين الأصابع، تتفادى أنك تحط أي كريمات علشان ما تحمل رطوبة زيادة وتعمل فطريات. فأثناء الرياضة ارتداء الأحذية المريحة للعمل والرياضة والذهاب للتسوق. في بعض السيدات طبعا بيحبوا ارتداء الكعب العالي للمناسبات، فبنفضل إنها تكون للمناسبات ولأوقات قصيرة. نعم، وطبعا حتى القالب يكون، إذا أنا آسفة لك إني أقطع كلامك، حتى قالب هذا ما يكون ضيق من الأمام. نعم طبعا يا دكتورة، يعني إذا هم حيلبسوا كعب عالي ما حيشوفوا أي قالب ولا حاجة، بيشوف شكل بتاع الحذاء وخلاص. ففعلا يعني بعض الأشخاص بقول لهم أوكي ألبسوا الكعب البلاتفورم، يكون عالي من الأمام ونعم ده شويه بريح الرجل، ف يعني بيبعد يعني يكون في يعني في مستوى على الاقل متكامل. نعم ف احب برضو ان اضيف حاجه مهمه جدا، هو شراء الاحذيه اثناء وقت الظهيره. ليش؟ لانه الاقدام بتتورم شويه خلال اليوم بمفعول الجاذبيه الارضيه طبعا. فمن الشخص لما يروح نص اليوم يشتري الحذاء بيكون الحذاء مناسب لقدمه، أفضل مما يمشي أول اليوم يشتري حذاء يكون رجله ما فيها أي يعني تورم طبيعي ولا أي حاجة، ويلبسه بعد يومين يحس به إنه ضيق عليه شوية. فأنسب الأوقات نص اليوم. وبرضو الأحذية الجديدة يرجى اللبس الأحذية الجديدة بالتدريج، يعني مثلاً أول يوم نلبسها ساعة، ثاني يوم ساعتين. ليش؟ عشان نمنع إنه الحذاء الجديد يحك على الأقدام يسبب فقاعات مائية أو جروح بسبب الاحتكاك. فبالتدريج عشان حتى لو الحذاء جيد ومريح عند الشراء ألبسه بالتدريج عشان رجلك تتعود على الحذاء الجديد. نشكرك جزيل الشكر أستاذة آن مطر على هذه النصائح وعلى الشرح الوافي للعناية بالقدم والخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة من ناحية العناية بالقدم. نشكركم جزيل الشكر على استماعكم اليوم، وحابين إن إن حابين نشكر كل العامل الطاقم اللي كان معانا اليوم، من مخرجنا المخرج نمر محمد، من المنسقة الرائعة إسراء الهاشمي، وفي بس حابين نختم اليوم على رسالة جميلة وصلتنا على رقم 4006. حاب ما أعرف من منو، بس أم هند شكرا على رسالتك الجميلة، والبرنامج رائع وأنتوا اللي تكملونه، واختياركم للمواضيع الصحية المهمة وطرح الأسئلة المفيدة للكل جزيل الشكر. تشكرنا جزيل الشكر، وأنا أيضا أشكر الجميع على الجهود المبذولة. شكرا لاستماعكم اليوم معانا، وشكرا أم هند، وشكرا على جميع من تواصل معانا. نشوفكم بإذن الله بكرة إن شاء الله بإذن الله في برنامج المتواضع، برنامج صحة وسعادة من هيئة الصحة في دبي. وكانت معاكم دكتورة سارة الدلال، مع السلامة. صحة وسعادة.